قط فيشر هو طريقة أخرى لتصور الجزيئات في ثلاثي الأبعاد. لنستخدم المثال لحمض اللبنيك لأن لديه مجموعة وظيفية للحمض الكربوكسيلي هنا على اليمين، وهذا المركز الوحيد الكيرالي في حمض اللبنيك، لذا هو كربون مهجن SP3 مع 4 مجموعات متصلة به. إذا هناك مركز واحد كيرالي، لذا سنتوقع أن يكون لدينا 2 متشكلات الفراغية لهذا الجزيء، وهذه المتشكلات الفراغية ستكون إنانشيمرز لبعضها البعض. هنا اخترت واحد من هذه الإنانشيمر وقمت برسمه بهذا الشكل لنرى أي من الإنانشيمرز لدينا هنا. حسنا، هذا هو مركز الكيرالي المتصل مع الأو اتش، وإذا أردنا تحديد الترتيب المطلق لهذا المركز الكيرالي نفحص أول ذرة المتصلة مع الكربون الكيرالي، وهذا الأكسجين في مقابل الكربون مقابل الكربون هنا على الكربونيل. إذا الأكسجين أكيد سيغلب، ويمكن تحديد الأكسجين رقم واحد من حيث الأولوية بما أن لديه أعلى عدد ذري. وعند المقارنة بين هذين الكربونين نعلم أن الكربون على اليمين هو في رابطة ثنائية مع الأكسجين، وهذا سيعطيه أولوية أعلى من الكربون هنا على اليسار بما أن هذا مرتبط مع الهيدروجين، ومن ثم الهيدروجين هذا مرتبط مع المركز الكيرالي ويسير مبتعدا عنا في الفراغ. لذا عند تحديد الترتيب المطلق سيسير بهذا الشكل 1 2 3 يدور مع عقارب الساعة. إذا هذا إنانشيمر R للحمض هذا وكل هذا من الفيديو السابق. الآن إذا أردت رسم مسقط فيشر للآر للحمض اللبني، ما سنفعله هو نضع العين هنا ونحدق في الأسفل لمركز الكيرالية. إذا نحدق للأسفل من المركز الكيرالي وسنرسم بالضبط ما نراه. حسنا، إذا كنا نحدق بهذا الشكل يمكن رسم خط هنا ليمثل الورقة المسطحة، ونرى أن كلا الهيدروجينان والأو اتش هما في الأعلى من الورقة المسطحة، بينما الحمض الكربوكسيلي والسي اتش 3 أسفل الورقة. إذا هذا الكربون هو الكربون الكيرالي المركزي، ولدينا الأو اتش تخرج باتجاهنا، وهذا سيكون على الجانب الأيمن. لذا إذا أخذت نموذج الذرات سأرى أن الأو اتش ستكون على الجانب الأيمن مني، وهذا الهيدروجين سيكون خارج باتجاهي على الجانب الأيسر. إذا الهيدروجين سيكون هنا بهذا الشكل، هذا الزمر الوظيفي لحمض الكربوكسيلي، هذا أعلى هنا، هذا يكون أعلى ما أنظر إليه. إذا هذا يبتعد عنا في الفراغ، إذا سنستخدم شرطة للتعبير عن هذا. إذا يمكن رسم الكربون في الرابطة الثنائية مع الأو، والأو اتش تسير مبتعدة عنا، وإذا نظرنا إلى هذه السي اتش 3 هنا هي أيضا باتجاه بعيدا عنا، تكون باتجاه الأسفل في الفراغ. إذا يمكن رسمها باتجاه الأسفل في الفراغ بهذا الشكل. وحسنا، إذا أردت تحويل هذا إلى مسقط فيشر، ومسقط فيشر هو فقط رسم صليب بهذا الشكل، ومن ثم على الأعلى لدينا السي او او اتش الكربون برابطة ثنائية مع الكربون مع الأكسجين، ومن ثم هي طريقة لاختصار الحمض الكربوكسيلي، ومن ثم لدينا الهيدروجين هنا، ومن ثم لدينا مجموعة الاو اتش هنا، ومن ثم لدينا السي اتش 3. إذا هذا مسقط فيشر، هذا مسقط فيشر لآر الحمض اللبنيك أو الخليك. ومسقط فيشر تم تصميمه من قبل أميل فيشر، وهو فاز بجائزة نوبل في الكيمياء ورسم مسقط فيشر لمساعدته في رسم الكربوهيدرات، ولهذا الغرض استخدم مسقط فيشر في أغلب الأحيان، بالرغم أن بعض الكتب لا تعتبره فعلا مهيئا لرسم المركبات العضوية. إذا هذا مسقط فيشر للآر حمض اللبنيك، هذا الجزيء في مرآة، لنضع هذا الجزيء في مرآة لنرى إذا كان بإمكان وضع المرآة هنا. سيكون لدينا أو اتش منعكسة في المرآة، ومن ثم نرسم مسقط فيشر، ومن ثم مجموعة المثل ستكون هنا، الهيدروجين سيكون هنا، والزمر الوظيفي لحمض اللبنيك سيكون هنا. إذا هذا سيكون اس للحمض اللبنيك على اليمين وار حمض اللبنيك على اليسار. اس حمض اللبنيك هو نوع من حمض اللبنيك نجده في بناء العضلات بعد التمرين القاسي، ونوع من حمض اللبنيك الذي قد سمع الناس عنه من الحليب هو في الحقيقة خليط راسمي، البكتيريا في اللبن الرائب تحلل
اللاكتوز إلى 50% من R و50% من S من حمض اللبنك. لنفحص الكربوهيدرات، بما أن فيشر استخدم مسقط فيشر للكربوهيدرات بشكل خاص، هنا لدينا كربوهيدرات، وإذا أردنا ترقيم هذا الكربوهيدرات، هذا الكربونيل سيكون رقم 1، ومن ثم هذا سيكون رقم 2 هنا، ورقم 3 هنا، ورقم 4 هنا، هذا أربع هنا، 4 كربونات. كم عدد المتشكلات الفراغية لهذا الكربوهيدرات؟ هذا الكربون رقم 2 هو مركز كيرالي، وكربون رقم 3 هو مركز كيرالي. إذا 2 من المراكز الكيرالية. إذا سنستخدم الصيغة 2 إلى القوة N، حيث N هي عدد المراكز الكيرالية. إذا 2 تربيع ويساوي 4 متشكلات فراغية محتملة لهذا الجزيء. إذا يمكن رسم 4 متشكلات فراغية لهذا الجزيء، وسنرسمهم بعد قليل. الآن سأرسم واحد منهم كمسقط الحصان الخشبي. هنا لدينا مسقط الحصان الخشبي لواحد من المتشكلات الفراغية التي لدينا، وما سنقوم به بعمله هو، وسنضع العين هنا وسنحدق بشكل مباشر على هذه الرابطة. يمكن رسم مسقط فيشر لهذا الجزيء. إذا ماذا نرى؟ حسنا، لنبدأ مع هذا الكربون هنا، وسنجعل هذا الكربون هو هذا هنا. يمكن رؤية أن الـ OH مرتبطة مع ذلك الكربون وتسير إلى اليمين وإلى الأعلى باتجاهنا. إذا OH ستكون إلى اليمين وإلى الأعلى باتجاهنا. وإذا نظرنا إلى الهيدروجين، هو هنا، هو على اليسار ويسير للأعلى باتجاهنا. إذا الهيدروجين على اليسار ويتجه للأعلى ناحيتنا، والزمر الوظيفي للألديهايد هذا CHO يمكن رؤية أنه باتجاه الأسفل. إذا هذا الزمر الوظيفي للألديهايد يكون مبتعدا عنا. إذا يمكن تمثيل هذا الألديهايد باتجاه بعيدا عنا في الفراغ بهذا الشكل. حسنا، هذا الكربون المركزي الكيرالي متصل مع الكربون المركزي الكيرالي هذا. إذا سأرسم خط مستقيم بما أنهم بشكل مستقيم للأسفل. ومرة أخرى نجد أن مجموعة الـ OH هي على اليمين تخرج باتجاهنا، والهيدروجين على اليسار ويخرج باتجاهنا. إذا لنضع مجموعة الـ OH على اليمين وباتجاهنا، والهيدروجين على اليسار ويخرج باتجاهنا، ومن ثم لدينا CH2OH أسفل هنا وتكون في اتجاه مبتعد عنا في الفراغ. إذا لنرسم CH2OH تخرج مبتعدة عنا في الفراغ بهذا الشكل. إذا هذا سيكون مسقط فيشر. لنحاول أن نرسم مسقط فيشر الحقيقي، لنرسم خطوط مستقيمة، وتقاطعات الخطوط المستقيمة ستكون المراكز الكيرالية. إذا هذا سيكون هيدروجين، وهنا سيكون OH، وهنا H، وهنا OH، وهنا سيكون CH2OH، وعند الأعلى لدينا الديهايد CHO. إذا هذا واحد من المتشكلات الفراغية الأربعة المحتملة، ومسقط فيشر يجعله أكثر سهولة. إذا هذا واحد من الأربعة. لنقوم بإعادة رسم ما رسمناه ولنحصل على الثلاثة الآخرين، ليكون لدينا الأربعة هنا. إذا سأخذ الذي رسمته على اليمين وسوف أعيد رسمه بشكل أصغر قليلا ليتناسب مع كل شيء هنا. إذا هذا متشكل فراغي محتمل، لدينا هنا الـ OH على اليمين، ولدينا الهيدروجينات، ولدينا الـ CHO، ولدينا الـ CH2OH. إذا أردنا رسم الإناشيومر لهذا الجزيء، يجب فقط أن نرسم بعكسه، نقوم بعكسه في مرآة لنعكس الجزيء في المرآة، وسيكون هذا الإناشيومر، وسيكون هذا الإناشيومر المتشكل الفراغي الذي رسمته للتو. إذا أردنا رسم المتشكلان الآخران، يمكن بسرعة وضع مسقط فيشر هنا. إذا لدينا اثنان آخران لإيجادهما، وسأضع الـ OH هنا، ومن ثم H هنا، ومن ثم OH، ومن ثم H هنا. إذا هذا متشكل فراغي محتمل آخر.
وسأرسم صورة المرآة هنا على اليمين، إذا سيكون الهيدروجين هنا، ومن ثم الـ OH يجب أن تكون هنا، ومن ثم لدينا الـ OH هنا، ومن ثم الهيدروجين على الطرف الآخر، ومن ثم الـ CH2 الـ CHO للألديهيد والـ CH2OH. إذا هنا الأربع احتمالات المتشكلات الفراغية لهذا الكربوهيدرايد، وسأقوم بتسميتهم، هذا الأول المتشكل A والمتشكل الفراغي B، المتشكل الفراغي C والمتشكل الفراغي D. حسنا، C و D هم صور مرآة لبعضهم البعض، لذا هم إنانشيمرز لبعضهم البعض، و A و B هم صور مرآة، لذا هم إنانشيمرز لبعضهم البعض. ومن ثم تحدثنا عن الدايستيريومرز. إذا أخذنا واحد من A وواحد من B، واحد من A و B، ولنضع دائرة على هذا، إذا أخذنا A واحد من A و B وواحد من C و D، سأخذ C، عندها C و A هم دايستيريومرز لبعضهم البعض، هم ليسوا منطبقين على بعضهم البعض وليسوا صور مرآة لبعضهم البعض. إذا هذه هي الدايستيريومرز والإنانشيومرز. لنراجع ما تعلمناه في الفيديوهات السابقة، لنقوم بشيء إضافي في مسقط فيشر لنحدد الترتيبات المطلقة لواحد من هذه المتشكلات الفراغية. لنقوم بأول واحد A، كنا نتحدث عن A، لنقوم برسمه بسرعة كبيرة ولنرى كيف يمكن إيجاد الترتيب المطلق عند المراكز الكيرالية، الترتيب المطلق عند المراكز الكيرالية من مسقط فيشر. هذا أدق من المعتاد. إذا هذا مسقط فيشر، والألديهيد سيكون له الرقم 1 و2 3 4 من حيث ترتيب سلسلة الكربون. نريد إيجاد الترتيب المطلق للكربون الثان هنا. إذا عند الكربون الثان ماذا لدينا؟ نعلم أن مسقط فيشر يدلنا على أنه إذا كان خط أفقي كل شيء سيكون باتجاهنا. إذا الـ OH تخرج باتجاهنا والهيدروجين يخرج باتجاهنا. لنعود إلى هنا ونحدق في أسفل هنا عند الكربون الثان المركز الكيرالي ولنرى ماذا سنرى لو قمنا بهذا. هذا الكربون اثنان هنا، سأحدق هنا هذه المرة، لدينا الـ OH تخرج باتجاهنا والهيدروجين باتجاهنا. هذا يجعل هذه الرابطة وهذه الرابطة في الحقيقة تبتعد عنا في الفراغ، إذا الألديهيد سيكون باتجاه مبتعد عنا في الفراغ بهذا الشكل. إذا سأرسم الألديهيد. الآن سأبين رابطة الكربون مع الهيدروجين، ونعلم أن الكربون في رابطة ثنائية مع الأكسجين، لذا سأقوم بهذا، وهذه حيلة قمنا بها في الفيديو السابق لتحديد الترتيب المطلق. وبقية الجزيء يسير للأسفل في الفراغ، إذا سيكون هنا الكربون مترابط مع الهيدروجين، وهذا الكربون مترابط مع الأكسجين والكربون. إذا ما هو الترتيب المطلق لهذا الكربون هنا؟ حسنا، إذا افترضنا أن هذا المركز الكيرالي، ما هي الذرات المتصلة بشكل مباشر مع ذلك الكربون؟ لدينا الهيدروجين، الكربون والأكسجين والكربون مباشرة. مباشرة نعلم أن الأكسجين ستكون له الغلبة، إذا يمكن وضع رقم 1 للأكسجين هنا، ونفكر ما هي الأولوية التالية. سيكون الكربون في مقابل الكربون، إذا في الأعلى لدينا أكسجين، أكسجين، هيدروجين، والكربون السفلي الأكسجين، كربون، هيدروجين. شاهدنا في الفيديو السابق تذهب مع قاعدة نقطة الاختلاف، الأكسجين في مقابل الأكسجين لا يوجد غلبة، ومن ثم الأكسجين في مقابل الكربون، الأكسجين يربح. هنا سيكون هذا رقم 2 وهذا رقم 3 هنا، والهيدروجين يحصل على رقم 4. وسندور بهذا الشكل، إذا تجاهلنا الهيدروجين، إذا ندور بعكس عقارب الساعة، أو ندور بعكس عقارب الساعة. إذا يبدو كأنه أس، لكن تذكروا الهيدروجين هو عمليا يخرج باتجاهنا، لذا باستخدام الحيلة التي تعلمناها في مقدمة هذا الفيديو، إذا كان الهيدروجين يخرج باتجاهنا وكل ما يجب عمله هو قلب من الـ S إلى الـ R أو العكس، إنه يبدو كأنه S، لذا بكل تأكيد سنقول أن هذا R عند ذلك المركز الكيرالي. إذا عند الكربون الثاني، عند هذا الكربون هو R. يمكن عمل نفس الشيء مع المركز الكيرالي عند الموقع الثالث، إذا يمكن عمل نفس الشيء مع هذا، وإذا قمنا بهذا سنجد أنه أيضا R. إذا يمكن القول بالنسبة لهذا الكربوهيدرايد هو R عند الكربون الثاني وهو R عند الكربون الثالث.
إذا هو R2 R3، إذا متشكل فراغي R2 R3، ويمكن عمل هذا لكل المتشكلات الفراغية الأربعة التي رسمناها. لهذا الكربوهيدرات ومن ثم يمكن مقارنة الأينانشيومرز والدايستيريومرز. إذا هذا تلخيص سريع لمسقط فيشر، تمرنوا على هذا باستخدام نموذج الذرات. نراكم.